اتقوا الشح، فان الشح اهلك من كان قبلكم، امرهم بالقطيعة فقطعوا، وامرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالقتل فقتلوا. تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة. واننا والله لنعجب، والله لنعجب في هذا البلد، في بلد اليمن، من زمن قديم ننتظر للمساجد ان تبنى من دول الخليج، ننتظر للمدارس ان تبنى من دول الخليج، ننتظر للكتب ان تطبع من دول الخليج، ننتظر للمصاحف ان تأتينا صدقات، وتجد الاغنياء في المدن والقرى والبوادي يشحون باموالهم، ما واحد منهم قد بنى مسجدا لله، ما واحد منهم قد بنى مسجدا لله، ولك مفحص قطاه، وربما لم يوسوس في ذلك، ولم يشتري مصحفا، ولم يطبع كتابا، ولم يبني لله شيئا. وهي بعنوان فتح للجلال ببعض حقوق المال، وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. من هذه الآيات يظهر لنا جليا أن الناس يحرصون على المال جمعا وإنفاقا وتمتعا إلى غير ذلك، إلا أنه يجب أن يعلم الناس ما عليهم من الحقوق وما لهم من الحقوق في هذا الأمر العظيم، كما أنهم يتعلمون الصلاة والصيام والحج، كذلك عليهم أن يتعلموا ما يتعلق بأحكام المال، فإنه من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل على عباده بها، وكم تلحقهم من التبعات بسببها. وفي المال ثلاث حقوق: الأول حق الله عز وجل بأن يؤخذ من كسب طيب وينفق في أمر طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والحق الثاني
حق الرجل في هذا المال بأن يتمتع به على الوجه الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. وامتدح الله عز وجل المؤمنين بأنهم لا يسرفون في نفقاتهم: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والحق الثالث في المال هو حق الفقراء والمحتاجين، وحق أوجبه الله عز وجل في مال المسلمين، فإن كان الزكاة فهي متعينة على كل من بلغ ماله النصاب، وإن كانت النفقات الأخرى فينبغي للمسلم أن يعود نفسه البذل والعطاء. نعم عباد الله، إن الناس في المال ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: فمنهم البخيل الشحيح الذي ربما جمع من غير الحل وحرم غيره، ومنهم الكريم البذال في أوجه الخير، ومنهم بين ذلك رجل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فينبغي للمسلم أن يكون على وفق ما شرع الله وأمر الله. ولو تأملنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه كان متحليا بخلق الكرم العظيم قبل بعثته وبعد بعثته، وهكذا جميع الصالحين. فإن الكرم إما أن يكون جبليا بحيث يكون الإنسان كريما من طبيعته، وإما أن يكون مكتسبا، فمن كان كريما من طبيعته ينبغي أن يكون كرمه على وفق ما شرع الله عز وجل، فلا ينفق المال في غير حله، فإنها لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإن كان الكرم مكتسبا فعليه أن يكون على وفق ما شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا الواجبات والمستحبات. فمن الواجبات في باب المال إخراج الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. نعم يا عباد الله، وقد فرضت الزكاة في مكة، إلا أن الله عز وجل لم يحدد أنصبتها، فلما كان العام الثاني في المدينة حددت أنصبتها، فلما كان العام التاسع واتسعت أموال المسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجباح لجمع الزكاة وإنفاقها في أوجه الخير. ومن النفقات الواجبات هو إنفاق الرجل على نفسه، وإنفاق الرجل على زوجه، وإنفاق الرجل على أبنائه، وإنفاق الرجل على أبيه وأمه ومن يكون تحت رعايته، فإن من فرط في شيء من ذلك ناله من الإثم ما الله به عليم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية: أن يمسك عمن يملك قوته. فإن زاد شيء وفضل شيء فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إن الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا، وأشار بيده عن يمينه وعن شماله، أي أنفق في أوجه الخير وتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وقد امتدح الله عز وجل المنفقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فذكر أنهم من أهل الجنة. وقد وعد الله المنفقين بالأجر العظيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انفق انفق عليك، أو هذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا محمد انفق ينفق عليك. وجاء في الحديث انفق بلال ولا تخشى من رب العرش إقلال. وكانت أسماء رضي الله عنها تتصدق وربما حسبت صدقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفقي وانفحي وانضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. ان عطاء الله عز وجل للعبد بقدر انفاقه في اوجه الخير، ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انفق انفق عليك، ويمين الله ملأ لا يغيضها سحاء الليل والنهار، ألم ترى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء. نعم يا عباد الله، ومن النفقات الواجبة إعانة ذي الحاجة الملهوف. إذا وجد المسلم الملهوف يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يعينوه على الخروج من هذه المحنة التي نزلت به، لأن الإنسان واجب عليه أن يكون من المنفقين. فإن عجز أن يكون من المنفقين تعين أن يكون من الآمرين بالنفقة، فإن لم يكن كذلك وكان من الآمرين بمنعها فهو من المذمومين. قال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي حقا، كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا إنكم لا تكرمون اليتيم المحتاج، ولا تحاضون على طعام المسكين، لا تؤمرون بالنفقة على المساكين والفقراء، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هذه عادة أكثر الناس. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم البخل والبخلاء فقال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. والشح الهالع هو أشد البخل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذم البخل وسبب وأنه سبب لكثير من المفاسد. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حديث جابر أخرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر خارج الصحيح اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقتل فقتلوا. نعم يا عباد الله، إن أكثر ما تعانيه الأمة من الفساد بسبب حب المال. تسلط الربا على الناس في صرافاتهم، في معاملاتهم، في بيعهم، في شرائهم. أصبح أحدهم يضع أمواله في البنوك الربوية دون مراعاة لرب البرية سبحانه وتعالى. لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهداه. أصبح أحدهم يبيع ويشتري في الذهب والفضة وفي الأموال بغير مراعاة للأحكام الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يد بيد، ها ها، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيهما سواء. وما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. نعم يا عباد الله، وهكذا من الأمور التي دخلت في الأموال فأفسدت حياة الناس وستفسد أخراهم
ما يتعلق بسرقة الأموال. لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه. وهكذا من يغتصب أموال الناس من الأراضي والعقار وغير ذلك، وهكذا من ينتهب أموال الناس بالنهب بسبب قوته وبطشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب المؤمن حين ينتهب وهو مؤمن. واختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة فلم يكن لصاحب الأرض بينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر ولا يتورع عن اليمين. قال: أما لئن حلف على مالك ليأخذه ظلما لا يجدن الله وهو عنه معرض. نعم يا عباد الله، فينبغي للمسلمين أن يكونوا في هذه الشعيرة وفي هذا الأمر على الأمر الذي شرعه الله، فمعطي المال هو الله، ويجب أن ينفق المال في مرضات الله. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهنيئا للصالحين بما حباهم الله من الأموال، إذ أنهم يرفعون بها الدرجات العلى والنعيم المقيم. ففي الصحيح جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سبقنا إخواننا من الأنصار يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. وفي رواية: سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم يا عباد الله، فإن من أنفق نفق في سبيل الله ضاعفها الله له، ومن بخل على نفسه وبخل بما أوجب الله عز وجل عليه إنما ظلم نفسه في هذه الحياة الدنيا، وسيكون ظالما لها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ترقوة أحدهما إلى ثديه، أما المنفق فإنه لا ينفق نفقه إلا صبغت عليه حتى تغطي أنامله وتعفو أثره، وأما البخيل فإنه كلما أراد أن ينفق إلا رجعت عليه حتى يصير مغلولا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة حميت فكوي بها جنبه وظهره. نعم يا عباد الله، ويتصور له ماله شجاعا أقرع يلحقه حيث ذهب، يقول: أنا مالك، أنا كنزك، فلا يزال يتبعه حتى يدخل يده في فيه فيقضمها. انظروا إلى هذا الأمر العظيم والأمر المستقبح، حيث يجعل الإنسان من نفسه عرضة لماله الذي جمعه وحصله لكن من غير حله، أو أنه لم يؤدي حقه الذي أوجبه الله عليه. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأموال، فإنها مصيبة، مصيبة عظيمة ابتلى الله بها الناس، من جهة أنها واسعة عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ومن جهة أنها يسأل عنها العبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مصيبة في من أين اكتسبه، من أين حصله، من أين هذا الألف، من أين هذه المئة الألف، من أين هذا المليون، من أين هذه العقارات.
وفيما أنفقه بخلاف غيره ربما يسأل عن عمل، أما المال يسأل عن كسبه وعن إنفاقه فشأنه عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم يا عباد الله، آمرا بحق الله عز وجل في المال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على نفسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أبنائه في سبيل الله، ودينار ينفقه على صاحبه في سبيل الله، ودينار ينفقه ها هنا وها هنا. فقد كان المسلمون الأولون يستفيدون من المال في بناء القصور العالية في الجنة وفي القربات من الله عز وجل. فقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، وتصدق عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وجهز عثمان بن عفان رضي الله عنه جيش العسرة، وكم لهم من المناقب وكم لهم من الفضائل، بينما اكتسب المتأخرون من هذه الأمة الطمع والجشع، وحالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدكم من أين أخذ المال، من حله أم من حرامه. وإننا والله لنعجب في هذا البلد، في بلد اليمن، من زمن قديم ننتظر للمساجد أن تبنى من دول الخليج، ننتظر للمدارس أن تبنى من دول الخليج، ننتظر للكتب أن تطبع من دول الخليج، ننتظر المصاحف أن تأتينا صدقات، وتجد الأغنياء في المدن والقرى والبوادي يشحون بأموالهم، ما واحد منهم قد بنى مسجدا لله ولا كمفحص قطاه، وربما لم يوسوس في ذلك ولم يستري مصحفا ولم يطبع كتابا ولم يبني لله شيئا. أين نحن من أخلاق أسلافنا الصالحين، من أخلاق أئمتنا المثابرين إلى أوجه الخير؟ يبقى أحدهم في المال يجمعه من غير حله وينفقه بغير حله، والحال كما قال: أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك وأبشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون مال وارثه أكثر من ماله؟ قالوا: يا رسول الله أينا؟ قال: فمالك الذي تقدمه ومال وارثك ما أخرته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وولده، فيرجع اثنان، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. الحديث: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. يحاسب عليه، يحاسب على ذلك المال الذي أخره لأبنائه. انتبه لنفسك يا مسلم، انتبه لنفسك يا مسلم، لا تجمع المال إلا من حله ولا تنفقه إلا في حله، وإياك أن تكون بخيلا وإياك أن تكون شحيحا، لا على نفسك ولا على زوجك ولا على من تعول، فإن هذه مسألة عظيمة يجب أن نتخلص من أخلاق الكافرين فيها. فإن الاشتراكية قد هجمت على كثير من البلدان فأخذت أموالهم وفرقتها وبددتها بين الناس بغير وجه حق، وأن الرأسمالية المتمثلة في أمريكا ومن إليها لم تبالي من أين جمعت المال، من حله أم من حرمته، فأدخلوا الربا في البيع والشراء وفي التجارات وفي غير ذلك. فكن كما أمر الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سار السلف الصالح. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجنبنا وإياكم البخل، فإنه بئس الأعمال. والحمد لله رب العالمين.